ممكن نلاقي من مواضيع على اكيد الفاشن which is fashion number one. يعني شو عنده هيبه للتصوير، مع انه هل صحيح يعني بس تدخلي على بيت يمكن لأول مرة بتشوفي البيئة تبع البيت، يعني إذا كان مطل على البحر على أساسه بتنقي الألوان، إذا كان يمكن بمنطقة كثير شعبية يعني بتشوفي بتاخذي بعين الاعتبار هالنقط كلها ولا لا؟ حتى أنا شخص نضيف، يعني يمكن أسعى على البيت اليوم في شيء مش عاجبني. شخص نضيف؟ بس تحطوا السفر بالدنيا شغلي بغير ضروري يفوت. ثانك يو لاي حلو السفرة كانت هيك التاتش الخاصة بجمانة والمواضيع اللي عم بتصيرنا فيها من جزيري كيف بتوصلوا وقتها اكيد بتنفع فيها نغير هلا وباي ايميل. ثانك يو سو ماتش جمانة. ثانك يو لك. اهلا وسهلا فيك، بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. نحن رح نروح ونتوقف مع استراحة قصيرة مع الاعلام، عم شوف تحضيرات عم بتصير هيك الى جانب الاسواق، رح نستمتع برقصة كثير حلوة بعد الفاصل. ما بعرف اذا حقدر كفي واعرف احكي على هالشيء الطيب امامنا، هالنوع من السلاد او من السلطه. يسعد لي مساكي رلال. احنا من الحلويات اللي قلنا كان عده وصفات مش بس لليوم يعني اكيد لانه كنت مو في ماء بدي اروح اول شيء اليوم بتصور مش بتصور اكيد كانت كوتور. كيف بلشت فكرتكم؟ اللي من الصغر انت بتحب عالم تصميم الازياء، مين كان يرفقك من المصممين وقتها؟ ما اطلع لانه كثير بيلفت النظر. هلا رح نشوفهم اكيد مع المشاهدين. عليها كثير شرك او تصاميم سمبل للمرأة هيك اللي بتحب دائما تكون بسيطة بأناقتها. اكيد هذا الشيء ما بده بتعرف وحابة تلبس قصة هذا ما تبدأ ليكي جديدة المجموعة الجديدة المجموعة حتى تطلع مميزة العروس بالمرأة. هسا رح نشوف كمان الموديل